بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم سلم. السير عيدودي، واحد الدعوة غادي يعطيها لك الشريف المؤمن هذا التاريخ، ورانت ولد عمنا وولد قبيلتنا والحملة خنز تهزوهم مالي. السير عيدودي، بغيناك تجي لعندنا لقبيلتك وتخدم قبيلتك وتشوف من حالة هذا الضعيف لي 4 سنين وانا بدير الدو الطالب وما كاينش اللي يدها فيا الا الله تعالى وبركاته. سير عيدودي، انت مؤمن ديال الله وخبارك راه كلها عند الناس، راه البيا الرابو ليا هالكرم ديال الكرموس قاعد تيموت هو والنوار والورد. سير عيدودي، الله يرحم الوالدين ويشد لك في صحيحتك، اجي اتينا لقبيلتك، اجي اتينا لقبيلتك وغنتحزموا معاك. سير عيدودي، الله يرحم الوالدين، وانت طفل صغير والعقل عندك كبير الحمد لله، بغينا لك غير النجاح. الله يرضي عليك، تنقول لك وتنقول لك وتنقول لك، وهذا العولي بالبركه ديالو راه تيشهد علينا. كيما خدمتي ديك القبيله، اجي لقبيلتك تخدم، اجي لقبيلتك تخدم، ما تهربش علينا. راه حنا لقينا فيك الخير ما لقيناش في هذا خويلي، راه هالكذوب راه ما تيخدموا حتى حاجه. هاي 4 البطوات ديال الدو ما كاينش، 4 البطوات هذه 4 سنين يا عباد الله. سير عيدودي، الله يخليك، هاد الحولي راه ديالك، هاد الروضه راه ديالك، ديال قبيلتك. الخير اللي غادي نلقاه فيك انت ما لقيتوش حتى في خويلي، خويلي ما لقيتوش. مهندس دوله عباد الله جا وقال لي غنصاوب لك وغنصاوب لك، نهار التالي قال لي سير لوزاره الاوقاف يعطيوك هذا، يعطيوك باش تخدم ورقة. واش الورقة تتخذ من عند وزارة الأوقاف يا عباد الله؟ راه الله كله تيعطي على نيته. السير عيدودي، راه لا شتي الإنسان مرض، راه الله خاض فيه. السير عيدودي، بغيناك أنا جيتي لبلادك وخدمتي بلادك، بغينا لك الربح، بغينا لك التيسير، والله يعاونك والله يعطيك النجاح، والله يشد لك في حمال الهاشمي، والله يرضي عليك، وإحنا معاك وموراك وفي جنبك، والله لا جزناك، والله لا جزناك، واخا نقطعوا العمر عليك. لا جيتي بغينا لك الربح، وتطلب الله العلي القادر عمرك سيده ما تشوفها. امين امين، والحمد لله يا رب العالمين.